نعم قد نموت ولكننا سنقتلع الموت من أرضنا. هناك هناك بعيدا بعيد سهمني يا رفاق الجنود، ويلقون بي في ظلام رهيب، ويلقون بي في جحيم القيود. لقد فتشوا غرفتي يا أخي فما وجدوا رباط الكتب، وأكوام عظم هم إخوتي يئنون ما بينهم من واب، وأمي تئن ألينا طويل ومن حولها إخوتي يصرخون. إحنا اليوم جينا مع المتضامنين الأجانب من إيطاليا مع جمعية أمة الشباب لهذه المناطق المستهدفة في نزلة عيسى القريبة من الجدار محاذية الجدار، لمساعدتهم في قطف محصولهم. كلهم إحنا ضمن حملة إحنا معكم، إحنا معكم بالفعل في الأرض في كل مكان، راح نكون معكم ضد الهجم الشرسي اللي قائم فيها الاحتلال وخصوصا المستوطنين ضد هذه الشجرة المباركة، وإحنا رايحين نكمل معهم في برامج عديدة على أساس إنه يخدموا هاي الأرض وتظل متواصلين معهم في المستقبل. جينا خرزتون محاذي على جدار نزلة عيسى هون، وجبنا معنا تنمية الشباب والإغاثة الزراعية إحنا وياهم ودارة الزراعة، علشان هاي الأعمال خلصها بيوم أحد، لأنه هون بيجي هسه الملك جيب الجيش بيطر الناس اليوم كلها، فبنعمل هاي التجمعات مشان بيوم واحد نفوت على الأرض ونخلصها. إلنا أرض هون، أجا جزء كبير منها ورا الجدار، والجزء الكليل هون لما بدنا ندخل ما بندخل إشي إلا بتصريح ووقت محدد وأيام محددة، بس وقت أيام الزيتون بندخل يعني يوم يوم، وبرضه بس وقت محدد، وبس في غلبة في الدخلة والطلعة، في أمرار بيلحقوا على الزيتون وناس انزل انت ويسحب تصريح وغلبة، يعني الواحد بتغلب فوته وطلعته.